بتقلق هلا بتخافي هيك من بعد عروس بيروت شو بدك تعملي؟ بتخافي من عندك هيك بلان عارفه حالك شو بدك تعملي المشروع اللي بدك تفوتي فيه باي طريقه عم بتفكري؟ خبريني. اكيد يعني مرحله عروس بيروت هي مرحله نسال دائما ماذا بعدها. طبيعي يعني نكون منطقيين، يعني انه الادوار اللي تنكتب الدراما يعني كان اللبنانية أو العربية يمكن دائما شوي يعني الأدوار الكبيرة بالعمر يعني منك مش عطول بتلاقي دور دسم، صح؟ ما بدي أنه بسأل سؤال لحالي أنه طب أنا ما بدي أرجع لورا، وبنفس الوقت ما بدي أنه أقعد ببيتي، عرفتي وين؟ فهون أنا بقول خلاص يعني أنا هلأ قدر أعمل أدواري، يعني أنا هلأ بقدر جيب يعني نص، وأنا عندي أوكي. عندي يعني نصين مشتريتهم من زمان وهني مكتوبين يعني لبطلي بعمري وبطلي بعمرك، يعني فيها البطولة الاثنين. هو دي بقول أنا ليش مش أنا بعمل أعمالي؟ حلو، أكيد. يعني ليه مش أنا هلأ جبت الوراء، جبت هالنصوص وحطيتهم على مكتبتي وبلشت بواحد. أوكي. يعني هلأ أنا عم بعمل أنا عملي. كتير حبيت الطريقة اللي عم بتفكر فيها من بعد عروس بيروت شو بدها تعمل، يعني الخطة اللي عندها إياها، النصوص اللي عم بتفكر إنه هي تشتغل عليهم. حبيت هيك البلان تبعها بهيدا الموضوع. بس أنا هون بدي أسألك، يعني إنه أنت خريجة الإخراج، يعني أنت درسي عاملة كمان ماسترز بالإخراج وعندك أفلام صورتيها، كارمن يعني المخرجة، يعني ما بحاول مخرجة، يعني أنا درست يعني إخراج بس ما يعني اشتغلته. أنت بين ممثل وبين مخرجة، يعني قديش أنت هلأ الإخراج يعني خلص لأنك تمثيل أخذ منك وقت وصرت أنت مشهورة وعندك كتير أعمال، رح تنسى الإخراج أو لا رح يكون صعبة. موجود هيك صعب كتير أنسى هيدا الحلم يلي عندي إياه من وقت دراستي، يعني ولهلأ بحس مثل كأنه حلم موجود جواتي وبدي يجي نهار وحققه. بس بتعرفي هيك يعني كيف كنت عم قلك يمكن أنت هيك عمل ورا التاني بتتاخدي ما بتلاقي الوقت، فدايما بقول أنه أنا لازم يجي نهار ولاقي لحالي وقت أنه ركز على هيدا الشيء. بس ما فيني أعمل هالشيء غير ما أقول لا خلص، يعني أنا مرحلة بدي أنسى أنه أنا بمثل، بدي أقول لا على كل البروجيات يمكن اللي عم تجي، وبدي ركز أنه أنا عبالي حقق حلم أنه أكون مخرجة وأكتب يمكن أنا بروجي لإلي. ما بعرف مين كان صريح أكتر، يمكن أنا. يلا إن شاء الله نلتقى قريباً بعمل من إخراجك، بتاخديني المثلة لإلي معي؟ أكيد أول حدا. يعني بقدر ما أنا كنت صريحة، بس بعتقد أنه مثل العادة تقلة كانت صريحة أكتر. بس أنا هلأ تعبت من القعدة، بدي أقوم أتحرك. يلا شو بدك هيك نقوم؟ نمشي شوي. شو بدك تاخدي معك الشاي مكفي؟ إيه. وبلكي كمان بحكي جوزي بقول له نحن وين؟ إنه مأخرين بعد شوي.